في جات التقرير ديال سيد راكيس ان كاين ديال هاد المركب كان بعد الامور اللي كنعيشوها فاحنا ما وصلناش للحلول الطريقه الحقيقيه وراني رسمت المحامي ديال الجامعه على اساس انه هي خطوه لازمه باش نبني على الاقل نستخلصوا هاد الديون اللي مازال كلمات المواطنين اللي كاينين عندنا المحلات التجاريه وانا معكم في الطرح ديال اننا نعاود نمشيو لكلا هاد المحلات التجاريه وبطبيعه الحال يمكن نخفضوا شويه الاسئله باش تكون مناسبه وباش يمكن كذلك المبتدئ انه يقدر يؤدي الواجب كامل فنحن اعتقدنا في بدايه الامر ان هاد لا سيما هاد المحكم التجاري اللي ما جاش في التقرير ديالكم لانه مع التطور اللي عرفته لينا يمكن مشينا يمكن في بعيد الازمنه وظنينا على انه استطاعت الناس انهم يؤديوا هذه المبالغ اللي احنا حددناها كادنى يعني سومه كراميه ولكن تبين من بعد ذلك انهم كانوا عندهم صعوبات باش يؤديوا هذه المبالغ واليوم انا على الطرح ديال اننا نعاودوا السمساره على اساس ان اللجنه اللي يعني الاثمنه تراعي هذا الجانب هذا باش تبين ما تعرفش نبيعوا في نفس المشكله اللي حنا فيها الان كاين هاد يعني التوصيات كذلك اللي جات هو حد هاد الاعتمادات ديال مليون ديال الدرهم على هو اقتناء الاليات تبقى في المكتب هذا هو كذلك الطرح اللي جينا فيه لان هاد مليون الدرهم كنا رصدناها سنه فريضه كنا كتمشي يعني خصيصا لا ديشارج القريعات لأنك يعني كتعرفوا على ان هذا المشكل حنا كنا سنه تما وكنلقاو صعوبات باش يعني نلقاو مسلك باش يعني يدوزوا الشاحنات ولكن حنا درنا واحد الطلب للوزاره الداخليه وخذينا بعض يعني الاثمنه ديال هاد الاليات اللي ديال كيسمى الجزائر كومباكتور وشاحنه و تانا كي يعني اللي كي قام بها الآلية هو 3 مليون ديال الدرهم حتى 3 مليون و 500 ألف درهم وزارة الداخلية مستعدة أنها يعني تمول لنا ويوفي بالجامعة وماشي غير غينفعونا يعني في القرعات راه غينفعونا مثلا في لي بوان نوار اللي كيكونوا في المدينة وأنا معاكم على أننا نحذفوا هذا 3 مليون ولكن كنعتقد على أن كاين هناك في النص يدار في هذا الشيء ديال باقي استخلاصه وكنعتقد على أن هذا لأن هذا هو السيستم ديال الجير غادي يساعدنا باش يمكن نرفعو من المداخيل وكذلك تكون عندنا وسيله باش نلزمو الموزعين انه يديو نتمناو انه ضاف الجهود باش نحسنو الوضعيه الماليه ديال الجماعه اللي كنا كنعيشو حقيقه واحد اللي عزنا من ناحيه ديال العجز اللي كنعيشوه ديال دابا الموسيقى وكاين هناك يعني غادي السي سعد غادي يدخل فيها واحد الفصل كنا ناقشناه في المكتب غادي نخلي السي سعد هو اللي كان مختار غادي نخلي الكلمة معاه باش كذلك يطرحوا على رئيس مصلحة ديال المداخل باش ناقشوا كذلك على هذا الفصل اللي كيخص كذلك تجي النظافة نتعمقوا في النقاش ونشوفوا شنو هما الامكانيات اللي يمكننا يعني نوفروها باش يمكننا نتغلبوا نسبيا على هذا العجز اللي كنعيشوه في طبيعه الحال الوزاره الداخليه دائما كتكون هي الوسيله باش يجي ذاك الدعم باش كيتمنى يكون في التوازن ولكن حنا بغينا كذلك نديروا جهود باش نحسنوا من هذه الوضعيه اللي كنعيشوها في الميزانيه ديال الجامعات فإذا ما أعتقد هذا هو النقطة اللي كنت باغي نعملها. أنا مع التوصيات والتوصيات اللي كيشيروا ل قيم جمهورية الخمس وزارة كذلك ردت لأننا قيمة موضوع دابا اليوم حنا على سنين وحنا عندنا نفس يعني القيمة اللي كيعطونا كل سنة في حين أن جامعات أقل من تيفلت وبالحكاية كيستافدوا واحد النسبة أقل من اللي كتسافد
سبلاتيز بيسات على الكهربي هذا المشكل تروح وراه تناقش البرلمان كاين اكثر من هذا كاين وزاره الداخليه كاين الاقتصاد انها كدير مرتبات وزاره الماليه باش تلك الحصه ديال 30% اللي كتساهم بها وزاره الماليه وزاره الداخليه ومغا وكذلك قلنا يتم الرفع منها ولكن مازال هناك صعوبات كاين ازمه ماليه على الصعيد الوطني كاين هناك راكم كتتبعوا راكم كتقراوا راكم كتشوفوا في التدابير اللي اليوم كتخدموا باش يمكن تحسن من الوضعيه الماليه ديال الدوله بصفه عامه ولا سيما الجماعات المحليه فاذا هذا المتماسنا احنا طلبنا مجتمعنا ومازال ما عندنا الاجتماعات باش يمكننا نرفعوا الوظائف لان هي كذلك قد تساهم من تحسين الوضعيه الماليه ديال المجتمع كيبقى هذا الرفع المعتمد المخصص لاعاده الفروع الرياضيه انا كذلك كنت على اساس وليد التيفرت اقترح ان نوصلوا ل 300 الف درهم ولكن كاين لجنه وصلت ل 400 الف درهم الله يبارك الله يسخر على المدنيه لان الفرقه كتعيش ازمه كذلك وما عندهاش موارد نهائيا للرياض يعني احيانا كنطلبوا بين ناس اللي يوفروا لهم بعد ادنى شروط باش يديروا يعني يقوموا بالمباريات اللي كتكون عندهم مبرمجه والحمد لله حسنا المقابلات الى وزارات بدايه حسنه نتائج جيده خصنا ندعموا هذا الفريق باش كرة القدم كذلك فهي تنتعش في المدينة وعندها دور كذلك من الناحية الاجتماعية فإذا رعية الأفلام إذا كان من الممكن إحنا عملنا دابا متفقين عليها ما كاينش مشكل إذا كاين بطبيعة الحال السيد الأستاذ عنده ملاحظات وعنده كذلك اقتراحات نفتحوا النقاش وعندك يعني